أعلنت الإعلامية المصرية جيسي العاصي شقيقة الفنانة إيمان العاصي عن وفاة والدهما عبد العظيم معز العاصي في الساعات الماضية بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابها على الفيسبوك من خلال تدوينة قصيرة كتبت فيها وقالت: بابا مات. وقد أعلن عدد من الفنانين خبر الوفاة مواسين صديقتهم إيمان العاصي وشقيقتها، ومنهم الفنانة أسماء جلال التي كتبت عبر صفحتها بالفيسبوك وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. انتقل إلى رحمة الله تعالى والد إيمان العاصي، اللهم اغفر له وارحمه واجعله من أهل الجنة وصبر أهله. وكانت الفنانة إيمان العاصي قد كشفت منذ أيام عن مرض والدها طالبة من أصدقائها الدعاء له، كما نشرت شقيقتها أيضا صورة والدهما وقالت: ربنا يبارك لي فيك ويطمني عليك وتقوملي بألف سلامة، ولكن شاء القدر أن تصعد الروح إلى بريئها اليوم. وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل عصر اليوم، وتم دفنه في مقابر الأسرة بمنطقة 15 مايو بالقاهرة. الجدير بالذكر أن الفنانة إيمان العاصي في الفترة الحالية كانت تصور مشاهدها بفيلم الفارس مع الفنان أحمد زاهر وحسين فهمي وملك زاهر، ويعرض لها على منصة شاهد فيلم عمار للمخرج محمود كامل، والذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الماضية. غفر الله للفقيد ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.